قدام الجيم عشان ما هيش فيه اكثر من غايته. معجزة جديدة، مصطفى أفجي يلتقي ابنته بعد 12 يوما تحت الأنقاض في تركيا. بعد 12 يوما تم انتشال الشاب التركي مصطفى أفجي البالغ من العمر 34 عاما من تحت حطام مبنى في أنطاكيا التركية بعد تعرضها لزلزال مدمر. وكان أفجي يائسا لمعرفة مصير والديه وزوجته وابنته المولودة حديثا والتي ولدت في أول أيام الزلزال ولم يرها حتى الساعة. Çok mutluyum. Yani umudumuzu yitirmiştik. Artık 12. gün olmuştu. Artık böyle sözleri kifayetsiz kaldığı yerdeyiz. Ama ben yani kızım hep böyle gülüyordu. Babam bir gün gelecekmiş der gibi böyle. وانتشر مقطع فيديو لأفجي أثناء لقائه مع زوجته وابنته المولودة حديثا على نطاق واسع رغم إرهاقه وتعبه، إلا أن فرحة اللقاء بمولودته التي ظن أنه فقدها مع زوجته وعائلته أنسته ما عاناه. وكان أفجي واحدا من ثلاثة أشخاص تشيلوا أحياء من تحت الأنقاض في تركيا أمس. قدير أبي İyiyim, hiç bir problem yok şu an. Eğitim araştırma hastanesindeyim ben herhalde. Artık neresi uygunsa oraya yönlendirecekler. Sahra'da. Hiçbir problem yok. وفاجأ الشاب التركي الذي كان بكامل وعيه عائلته التي ظنت أنه توفي باتصال هاتفي، وتذكر مصطفى رقم هاتف أحد أفراد أسرته وطلب من المنقذين الاتصال بهم فور خروجه. Allah senden bin kat az olsun kardeşim. Allah senin için misin?